ختاما يقول قلم الأديب: إذا شفتني في يوم من الأيام متضايق ولا مهموم ولا كئيب ولا حزين، وأنت صديقي المقرب وحسيت إنه أنت لازم تساعدني واقتربت مني وحاولت تعرف إيش اللي عندي، بس أنا وقتها يمكن ما أعطيتك وجه، أو إنه ما عندي خاطر إني أتكلم معاك ولا مع غيرك من باب أولى، ما عندي وقت إني أنا أخبرك إيش اللي صاير لي وقتها، لا تحاول قدر المستطاع إنك تضايقني في لحظتها، أرجوك أرجوك أرجوك. ومثل ما يقولون لا تكون وقتها حقنة إلا تعرف إيش اللي عندي، ترك عندي أغلى من كل غالي، ويمكن أنا بعد فترة أحل مشكلتي بنفسي وأقول لك عن كل 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 تفاصيلها، ويمكن أنا أحس إنه المشكلة هذه المفروض إنه ما أحد يعرف عنها شيء، حينها أرجوك أنا أحتاجك، أنا أحتاجك تمسك بيدي، بس امسك بيدي وخلك بعيد شوية، لا تحاول إنك تدخل في الأعماق يعني بشكل كبير جدا إذا ما حصلتني متجاوب معك، ولكن أرجوك لا تتركني ولا تبتعد عني كثير، ولا تكون ردة فعلك إنك تزعل وتقطعني لأني ما سمحت لك تدخل عندي في ذاك الوقت، ترى إذا قطعتني فلا حاجة لي بعودتك بعد أن أحل مشكلتي بنفسي وأصعد إلى القمة، أرجوك افهمني أرجوك افهمني، وتراني أحبك وأقدرك مثل ما أنا متأكد إنك تحبني وتقدرني. نعم فهمتني، أشوفك على خير. هذه الكلمات بقلم الكاتبة وصال بنت علي.